دكتور محمود، ايه الاثار اللي هي وايه هي انواع المخدرات اللي ممكن حضرتك تحذر منها؟ تقول مثلا الفلاكه، مش عارف الانواع ايه اللي هي ممكن تبقى خطيره جدا وهي سهله للناس، اللي ممكن حتى اللي هو يستسهل يقول خد دي، زي ما المتصل الكريم اللي قال ان ممكن الناس بتستخدمها عشان تسهر زياده في الشغل، عشان تشتغل اكتر بحجه، يعني خاصه انت بتلاقي ده في اماكن، في مجال معين، في مثلا ناس بتشتغل كتير عايزه تعمل ورديات كتيره، فتستسهل واحد صاحبه يقول له خد السيجاره دي، فهو شايفها سيجاره، لا اللي حواليه عارفين انها فيها ايه ولا هو نفسه مدرك مدى خطوره السيجاره دي. دلوقتي يمكن اكثر المخدرات المنتشره وعليها جدل كثير في العالم كله ما يطلق عليها، يعني هنقول اسمها العلمي، القنابيات المصنعه، سنتيتك كانابينويدز، يعني الحشيش المصنع. الحشيش المصنع اللي نسميه كده، ومحشر من عيله الحشيش. الغريب في المخدرات دي انها بتبقى في شكل كانها نبات، شبه نبات المانجو مثلا او البقدونس او الحاجات دي. ادمانها عالي جدا، ادمانها اعلى من الحشيش، يعني يدمنها بسرعه. ليها اعراض انسحاب جسديه، وده كان شيء مش موجود في الحشيش. الحشيش اعراض انسحابه كانت نفسيه، الا في بعض الحالات بيجي لها قيء، بس هو بيجي له اعراض انسحاب جسديه لحد الالم. بتعمل اثار مباشره جدا على ضغط الدم، ممكن تعمل نزيف في المخ، ممكن تعمل ازمه قلبيه او جلطه في القلب، وللاسف ده في سن صغير. ممكن تعمل مشاكل في الكبد او مشاكل في الكلى، وطبعا مشكلتها الاكبر والاعظم في على المخ. بتعمل افكار ضلاليه اللي هي امراض عقل، يعني بيجيله امراض عقليه واضحه، ان هو بيجيله تهيؤات واضحه، بيجيله ضلالات واضحه. الاول بتبقى ساعه التعاطي بس، وبعد كده ممكن للاسف تكمل معاه. هو بيبقى مدرك يا دكتور ان هو زي ما حضرتك بتقول كده، ان هو ضغطه يرتفع، وان هو يجيله مثلا اضطرابات في ضربات القلب، او بيبقى مدرك ده، ولا هو شايف حاسس ان الحاله دي حاجه يعني حاله حلوه بالنسبه له؟ هو للاسف دي مشكله المخدرات، انها بتدخل غالبا بتدخل الشخص في حاله مزاجيه جيده، وبتخلي الاحاسيس بتاعته مش بتشتغل في شكلها الكبير، بمعنى هو كانها بتخدره شويه، فهو مش بيحس بده قوي، وده للاسف ساعات بيعمل حالات مرق عليها صادن دث او الموت المفاجئ. شخص فجاه يلاقوه مات، سواء من جرعه معينه، ودي فيها اوفر دوز، وده ما كانش موجود في الحشيش العادي. ان ممكن يجي له جرعه زائده سميه تموته، وده ما كانش موجود في الحشيش الا في حالات نادره جدا. لكن فدي ودول اللي مشهورين في المجتمع المصري، كان الفودو، وبعدين دلوقتي لازم ما يطلق عليه الستروكس، وهم دول الاثنين مخدرات شرسين جدا للاسف، منتشرين بشكل ما عنديش ارقام، لكن منتشرين بشكل محوظ. لكن هو الاستروكس ده هو من الحاجات الخطيره جدا. بالظبط، لان هو من ما يطلق عليها القنابيات المصنعه او الحشيش المصنع، بنسميه كده، ده اسم يعني بلدي كده. الاستروكس الاولاني اسمه ايه؟ فودو. فودو زي السحر، فودو اللي هو السحر الاسود اللي موجود في الامازون. مسمين على الساحر. وساعات بيسموه كيتو، اللي هي تاني قمه بعد ايفرست، كلها اسامي تبان جذابه لنا. يعني بالظبط. لكنها طبعا فيها مشاكل كبيره، وعامله مشاكل، وبتتغير زي الفيروس. بمعنى ايه؟ بمعنى ان كل مره بنلاقي نوع جديد بمواصفات جديده، ويمكن زمايلنا في الطب الشرعي، في مصلحه الطب الشرعي، كل شويه بيحللوا بيلاقوا حاجات غريبه، تمام، جديده ومتطورين بلحظات. بالظبط، يعني هي مش ثابته، وهي كل شويه بيطوروا، يعني حتى كل ما نحاول نوصل لتحليل يكشفه ينزل منتج تاني ما يكشفش. والغريب جدا بقى ان احنا لما بنحلل الناس اللي اخده المواد دي ما بنلاقيش اي ماده متعارف عليها، لا مواد افيونات زي الهيروين، ولا حشيش زي الحشيش، بيبقى تحليله كانه مش اخد حاجه خالص. اوكي، ودي كارثه يعني. ودي كارثه، والكارثه الاكبر في رايي هم هو فيها ايه؟ المواد اللي بتاثر على المخ فيها مواد على الاقل بالنسبه لنا اصبح اكتشفنا جزء كبير منها، فهل هي مواد مستحدثه وتاني مخلقه؟ يعني مش المواد اللي موجوده، حاجات لسه حتى بقى مش تقدر تقول ده هتدمر كذا وتعمل، لا دي حاجه انت لسه هنوصل لها. واثارها للاسف في التدمير بشع جدا، يعني تدمر اسرع بكتير اثارها، لكن احنا مش عارفين نفصل كتير منها ونشوفها اثارها على الحيوانات عامل ازاي مثلا. لكن هي للاسف ده عامل يعني عامل فعلا عامل شرس جدا، وللاسف الناس بتفتكره زي الحشيش زي البانجو، اللي هي مخدرات ليها مشاكلها، لكن هي اخطر بكتير وادمانها اعلى بكتير. يا رب بكتير. يا دكتور، يعني انا بجد يعني ما اعرفش ليه دلوقتي جاتني كده، قول يا رب الناس كلها تكون سامعاك دلوقتي، يعني ونعرف قد ايه مدى خطوره وكارثيه ال 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 يعني المخدرات اللي هي بالشكل دي، اللي هي مصنعه والمخلقه دي، يعني يعني حاجه البني ادم بياخدها عشان يموت.
يعني انا ده كلام ملخص اللي قاله دكتور محمود دلوقتي، ان اللي هي اسمهم ايه معلش تاني نسيت اساميهم، الفودو والستروكس، الفودو والستروكس ده عامه يعني اللي هم الاسماء المشهوره يعني، هم يعني ازاي ممكن حد ياخدهم؟ ودول بيتحطوا يا دكتور برده في سجاره اكياس، اه بيتحطوا في سجاير وياخدها سهله جدا وهي كده بقى شكرا، يعني هو رايح للموت يعني، يعني بيقول ادمانها سريع جدا، تدميرها سريع جدا، يعني حاجه بتموت الانسان بدل بقى ما بيموت كمان ببطء، لا ده بيموت يعني سريعا جدا. حد بياخد حاجه عشان يموت بالشكل ده يعني، ربنا يعافي كل شبابنا. واكيد ان اثارها العقليه للاسف اثارها العقليه او تاثيرها على القوى العقليه شديد جدا للاسف. ربنا يعافي الجميع يا رب.